أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة والتي يصل عددها إلى 624 مدرسة تضم 123,319 طالب وطالبة، يعمل بها نحو 9,000 معلم ومعلمة مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة. وخلال تفقدي لانتظام العملية التعليمية في عدد المدارس إدارتي الشيخ زويد والحسنة التعليمية، أكد المحافظ تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من أثاث وكتب مدرسية وهيئة تدريس لازمة، بجانب إجراء الصيانة البسيطة للمدارس.